نعتزم تحويل رسالة إلى مجلس الأمن نشير فيها إلى هذا ونرفق فيها هذا القرار العربي الذي يمثل إجماعا عربيا لكي ندعم جهودنا العربية في نيويورك إزاء مجلس الأمن وخاصة في اتجاه لجنة العقوبات لوضع حد للقيود التي تضعها هذه اللجنة في سبيل تسليح الجيش الليبي. السؤال يتعلق بالمحور. نحن نرصد ما يحدث في سيرت ونرصد الهجمة الشرسة من قبل التنظيم داعش المتطرف وغيره، وكل هذا يؤدي إلى ضرورة أن ينهض المجتمع الدولي لمسؤولياته وأن يوفر الآن الدعم الكامل للحكومة الليبية.